لا شي حل منهم اللي نستفتحوا به كحنا شباب وكذا في هذه البلاد، ولا هذه البلاد هذه مدمرين فيها، راه ما تعطينا والو، مهلكه وضياع الصحه معاهم وصافي. هذا الشيء اللي كاين. بغينا نهضروا اليوم على واحد المشكل تعانيوا منه السكان سيدي قاسم، مشكل سياسي محض. كالتالي الناس اللي تيكونوا مع شي حزب باش تنجح هذاك الحزب تيبقى مقابل غير دوك الناس اللي كانوا تيأزروه، اما الناس الاخرين اللي كان عندهم توجهات اخرى سياسيه ولا اراء اخرى تيتهمشوا طول 5 سنين كامله. دونك ولينا بحال شي عصابات سياسيه، كل واحد عنده العصابه ديالو تيصرف عليها وتيهضر عليها وتيلبي لها الطلبات ديالها وهي تتستافد ديما، اما الاخرين اللي تيكون عندهم توجهات اخرى ولا اراء اخرى متغيره على الناس اللي تابعين نفس الراي القديم اللي من تولدنا وحنا غاديين عليه في هذه المدينه، راي واحد سياسي ديما تيكون هو ديما تيديروا ما بغاو، ولا هضرتي معاهم راه تقدر تلقى مشاكل كبيره. راه تيضحكوا علينا والناس هنا راه دراوش ما عندهمش، يعني ما يقدروش تيهضروا، راه عطيه 100 درهم تيسكت عامين، ولا عطيتيه 4000 ريال يسكت 5 سنين، ولا عطيتيه 10000 ريال ما يبقاش يهضر كاع. يعني حنا مواطنين خارطنا الفقر، ومن الفقر تيدوزوا لنا وتيديروا لنا كلشي اللي بغاوه هما، وشكرا. وبالنسبه للمسيرين ديال الشان المحلي بصفه عامه بمدينه سيدي قاسم، لا السابقين ولا القدام، شنو الاستفاده اللي عطاوها لهذ المدينه هذه؟ وانت تقدر تشوف الاستفاده من ايام الدليمي، باقا المدينه هي المدينه، نفس الحيوط، نفس البوطوات، نفس الشانطيات، ونفس لانكارات اللي باقي مكتوب فيهم بوتيجون، وحنا راه باقين ما عرفناش شنو غيطرى كاع، راه باقين وصافي. يعني دونك ما عمرش شي مسؤول اي جي الا لا تحيدت هذه القضيه ديال بوك صاحبي والشبكات. يعني خصنا حزب نكونوا حنا باغيينو، ولا مسؤول حنا باغيينو، ماشي بنت خالته في العرس والاخرين باغيينو تيدبر على الاخرين، الاخرين تيوقفوا معاه، واللي ما وقفش معاه ولا هذه باش تنجح هو تيعذب الاخرين لانهم ما صوتوش عليه وما كانوش معاه. اما هذوك الشيء ديال القفه والدعم والمؤازره وهذا ما تنشوفوش هذاك الشيء. حنا انا بعدا ما عمري ما شديت 1000 فرانك في حياتي من الدول. للاسف الشديد كما تتسمعوا على لسان احد المواطنين هذا الكلام اللي بصراحه تضر الخاطر. وغنسولوك على التسيير ديال هذا الشان المحلي، شنو هاد السياسيين شنو